السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. السيطرة على حريق سيارة ملاكي بمدينة 6 أكتوبر. خبر بيقول اندلع حريق في سيارة ملاكي أسفل كوبري جهينة بمحور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر الثلاثاء. تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بالقرب من مول تجاري شهير. دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتين إطفاء تنسيقا مع وحدة إطفاء أكتوبر للسيطرة على الحريق الذي شب في مقدم السيارة ملاكي. بدوره وجه مدير مرور الجيزة الخدمات المعنية بالطريق بتسيير حركة السيارات وسحب الكثافات، وتمت عملية إخمال الحريق ورفع السيارة من الطريق. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.